طيب احنا معانا رسالة تانية من شخص بيسأل، بيقول انا هسجل شقة وعايز اعرف هل هناك شهر عقاري معين؟ يعني هو يسجلها فين اصلا؟ ايوه بالظبط. شوفي، اي شقه بتتسجل في الشهر العقاري اللي تابع ليه. يعني انا ساكن في المانيال، هسجل في مصر القديمه، تمام. المهندسين هنسجل في شهر عقاري الخاص بـ 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 بالعجوزه او الدقي حسب منطقتك. كل منطقه في مصر ليها الشهر ليها العقاري الشهر بتاعها. العقاري، فانت مكان العقاري اللي انت بتسجله انت بتخضع للمأمورية اللي تابع ليها العقار. يعني ما ينفعش انا مثلا بسجل شقه في مدينه نصر لقيت الشيخ زايد فاضي اروح اسجل في الشيخ زايد. ينفع اعمل توكيل كده؟ يعني ينفع على فكره، ودي معلومه مهمه برضو، انا اقدر اعمل توكيل في اي حته مش ضروري بطاقتي. فكره البطاقه دي فكره يعني الموظف ما عايز يمشي الضغط شويه على المقر نفسه فعايزين يقللوه مثلا. بالظبط. لكن القانون اعمل في اي شهر عقاري بطاقتي. عارفه يعني، عارفه اللي بيسمعنا ده، انا دايما احب ادي مثال، هو سعادتك النادي مش معمول لو قانون في الشهر عقاري. انا عضو نادي الصيد مثلا، وحضرتك نفس انت ساكنه في الشيخ زايد وانا ساكن في الدقي، احنا الاثنين بنروح نعمل فيه. صح. يبقى الاصل القانون ما بيمنعش. وفي كمان المتنقل دلوقتي، الشهر العقاري المتنقل بالعربيه، يعني ده برضه في تسهيلات كتيره جدا يعني دلوقتي. وفي شهر عقاري معمول حديث في سيتي ستار تقريبا، بيبقى بتحدد ميعادك وبتروح في خمس دقائق. وفي جوه كومباوند معينه بيبقى فيها شهر عقاري كمان. لا، هو اتفتح موضوع الشهر العقاري، ولكن يعني ردا على سؤال التسجيل، شقق تسجيل شقق لازم في تبع المكان المنطقه الجغرافيه اللي هو فيها بالظبط، لكن التوكيلات نقدر نعمله. حلو جدا.